تقع نيبو سا على بعد 59.4 مترا شمال ميرو هانجونغ، يقع على الضفة اليسرى للقصر المؤقت. تم الانتهاء من البناء في 9 من سبتمبر 1796 يونجو 20، وارتفاعه 7 ظرف و5 2.32 متر. فقط أندول واحد مسخن والطوب المحيط به. نيبوس هو مركز حراسة يستخدم لإبلاغ الأشخاص داخل القصر المؤقت من حالات الطوارئ. تقع أعمدة نيبوس على أرض مرتفعة خلف القصر، وتطل على منظر رائع من المنطقة المحيطة. عادة ما يتمركز 4 جنود هنا، ولكن تم نشر جنديين آخرين عندما زار الملك. كان الجنود يلوحون بالأعلام أو يضربون بأداة خشبية على شكل سمكة للتنبيه لحالة الطوارئ. في نيبوس، نصف المقصورة الأمامية مفتوحة، ولها جدران منخفضة تحجب الرياح والأمطار عن يسارها ويمينها. كما تم تركيب نظام التدفئة الأرضية المسمى دول باللغة الكورية في غرفة واحدة في الخلف حتى يتمكن الجنود من البقاء. تم تدمير نيبوس في أوائل القرن العشرين، ولكن أعيد بناؤها في عام 2006. نيبوس هي منشأة عسكرية تقع في الجزء الشمالي من قصر هواسون المؤقت. يقع نيبوس بالقرب من ميرو هانيون، حيث الملك جونجو يطل هواسون على قصر مؤقت واستمتع بأوقات الفراغ. نيبوس هي أقرب منشأة عسكرية تحمي الملك. في قصر هو سونغ هاين بون، حيث أقام الملك تحت جبل بالدالسان، وهي في موقع مهم من المراقبة واليقظة، خاصة بالنسبة للمراقبة واليقظة على مدار 24 ساعة. تم بناء نيبوس في هيكل يسمح بالراحة المتقطعة. في العصور القديمة كان حضور الملك مهماً جداً. خلال زيارة الملك للمحافظات كان هناك دائماً سؤال حول ضمان السلامة، واعتبر ضمان السلامة أمراً مهماً في قلعة سون هواسون وقصر هواسون المؤقت. لذلك، الأمن الذي يعتمد على القوة العسكرية تم التأكيد.